بعد سلسلة من التصريحات، الرئيس التركي يكشف أبعاد أهداف العملية العسكرية المرتقبة شمال سوريا والمناطق التي تستهدفها. انقسام حاد داخل وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية بين المحسوبين على نظام الأسد وآخرون على المعارضة السورية. بهدف صقل مهارات الصحفيين والناشطين، تنظيم ورشة تدريبية في شمال سوريا حول الصحافة الاستقصائية. مرحبا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمال سوريا عبر شن عملية عسكرية تستهدف منطقتي تل رفعت ومنبج بريف حلب. التقرير والتفاصيل. تل رفعت ومنبج هي وجهة عمليات الجيش التركي القادمة في شمال سوريا. هذا ما كشف عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر حديث له عن العملية التركية المرتقبة شمال سوريا. يبتعد الرئيس التركي في هذه الخطوة فيما يبدو عن مناطق النفوذ الأمريكي ويقترب من مناطق النفوذ الروسية، حيث تنتشر قوات لقسد ونظام الأسد في المدينتين المستهدفتين بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي. يؤكد الرئيس التركي أن العملية هي خطوة من ضمن مرحلة جديدة من مراحل إنشاء المنطقة الآمنة التي تعتزم أنقرة إيجادها في الشمال السوري بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود لأهداف تخص الأمن القومي التركي وتواجد اللاجئين السوريين داخل تركيا. يشير الرئيس التركي في كلمته إلى دعم حلف الناتو لقسد، مؤكدا أن حلف الشمال الأطلسي هو مؤسسة أمنية وليس مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية بحد قوله، ويضيف إن الذين يحاولون إطفاء الشرعية على تنظيم بيكيكي وأذرعه تحت مسميات مختلفة ما يخدعون سوى أنفسهم، يقول الرئيس. أما عن الجيش الوطني شريك تركيا في هذه العملية، فقد نقلت وكالة رويترز تصريحات لقادة فيه تحدثوا عن رفع الجاهزية واستعداد آلاف المقاتلين للمشاركة بالعملية التي ستوسع مناطق نفوذ المعارضة في الشمال السوري على حساب قسد والنظام. على الطرف المقابل تعزز كل من قسد والنظام نقاطهما، بينما تحلق الطائرات الروسية في المناطق المحاذية لتركيا ومناطق نفوذها، وهي رسالة ربما تبدي عدم الارتياح لما تنوي فعله أنقرة التي فتحت أشرعتها مستغلة رياح أوكرانيا. إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر روسية 4 سيناريوهات لموقف روسيا المحتمل في حال نفذت تركيا العملية العسكرية في شمال سوريا. وبحسب المصدر، فإن السيناريو الأول هو أن تقف موسكو ضد التصعيد وتسعى إلى التوصل لاتفاق مع أنقرة، والسيناريو الثاني هو خيار التصعيد الذي يقوم على تبادل للأراضي، أما السيناريو الثالث المتوقع أن تترك روسيا العملية التركية الجديدة من دون رد. ويبقى السيناريو الرابع وهو تشجيع موسكو لنظام الأسد على شن عملية مقابلة في إدلب ردا على العملية التركية. وحول الموضوع ينضم إلينا السيد مصطفى دريس الباحث في مركز رؤى للدراسات من اسطنبول، وأيضا ينضم إلينا السيد أحمد الحمدي المحلل العسكري والاستراتيجي ينضم إلينا أيضا من اسطنبول. أهلا بكما. نبدأ معك سيد دريس، قبل الحديث عن أهداف العملية عسكريا، برأيك هل تركيا حصلت على ضوء أخضر أمريكي وروسي، وهو ما دفع الرئيس أردوغان لإعلان مناطق العمليات؟ نعم سيدتي، بداية التحية لك وضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين جميعا. بكل تأكيد تركيا لن تتحرك بمفردها بمثل هكذا تحركات. هناك بالفعل نقاشات طويلة إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع الروس أو حتى مع غيرهم للوصول إلى تفاهمات حول التحرك التركي، وبكل تأكيد تركيا تصر على هذا التحرك. أنا أعتقد أنه حتى لو كان هناك رفض من البعض لمجموعة من الخطوات التركية أو للتحرك التركي بمجمله، إلا أن هناك أحداث على الأرض تجبر هؤلاء
بالخضوع للإرادة التركية والموافقة، أو على الأقل السكوت عن هذا التحرك. أنا لا أعتقد أن معظم السيناريوهات التي طرحت في التقرير الوارد من قبلكم بأنها قابلة حقيقة للتنفيذ. أنا لا أعتقد أن روسيا أو حتى النظام يمكن أن يجرؤ لمواجهة تركيا سبقة، وأن كان هناك تحرك تركي موسع لم يكن هناك يعني خلاله أي تحركات أو ردة فعل لا من قبل النظام ولا حتى من قبل روسيا، وكانت العملية التركية مستمرة إلى نهايتها، ومن ثم أعيدت فتح صفحة جديدة بناء على الأحداث والمتغيرات التي حدثت ما بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة. لو تبقى معنا سيد مصطفى، أتوجه بسؤالي للسيد أحمد، لماذا وقع الاختيار على تل رفعت ومنبج على وجه التحديد؟ سيد أحمد. ألو ألو معي. لماذا وقع الاختيار على تل رفعت ومنبج على وجه التحديد؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. بالطبع هاتين المنطقتين هم غرب الفرات، وهم يعني مناطق سيطرة أو مناطق نفوذ القوات الروسية في تل رفعت، وهذه المنطقة لا أهمية للروس مطلقا فيها، فهي تحوي عناصر من قوات روسية، قوات النظام، وميليشيات شيعية من نبل والزهراء تدعم هذا الوجود، بالإضافة إلى قوات قسد في هذه المنطقة. هذه المنطقة يعني تتبع للجناح الروسي في قوات سوريا الديمقراطية قسد، لأن هذه المنطقة دعمت عسكريا من قبل الطائرات الروسية في عام 2014 التي سيطرت من خلالها على 42 قرية أكبرها مدينة تل رفعت. أما منبج فهي منطقة خضعت لاتفاقات بين الروس بين تركيا وبين الولايات المتحدة من أجل إقامة إدارة من أبناء المنطقة، ولكن لم تفي الولايات المتحدة بأي التزام، ودخلت هذه المنطقة روس وإيرانيون وكذلك قوات النظام، والمنطقتين هم غرب نهر الفرات. أما من الناحية اختيار هاتين المنطقتين، فنرى بأن منطقة رفعت هي منطقة جيب عدواني يقوم بين الفينة والأخرى بقصف مناطق مارع وإعزاز وباقي وعفرين وباقي المناطق بشكل دائم، وخلال هذا القصف تم سقوط شهداء من الجيش التركي والجيش الوطني ومدنيين كثر، لذلك هي بؤرة إرهابية عدوانية ضد المنطقة بشكل كامل. أما منبج لها أهمية كبيرة، هي منطقة التقاء يعني بين مناطق الجنوب والشمال والشرق، وهي غرب نهر الفرات وتركيا يعني، وهاتين البلدتين تقعان ضمن نطاق 30 كيلومتر التي حددها الرئيس أردوغان لتكون منطقة آمنة في هذه الظروف التي أتوقع بأنها مهيئة لأن تدخل تركيا وتسيطر على هذه المناطق. نعود إليك سيد مصطفى، إلى أي حد باعتقادك تركيا قادرة على فرض رؤيتها السياسية والعسكرية؟ سيدتي، لا مجال آخر لدى تركيا لأن تتحرك إلا بمثل هكذا تحركات. اليوم باتت الحدود والمجموعات العسكرية المحسوبة على لوائح الإرهاب التركية يشكلون خطر كبير على الأمن القومي التركي. هم أيضا أصبح لديهم ضغوط من وجود كم من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، وهناك أيضا من يريد الخروج من سوريا أو من تلك المناطق والدخول أيضا إلى تركيا. أصبحت المسألة بالنسبة للأتراك مسألة محسومة، وبالتالي العملية برمتها قابلة للتنفيذ في أي لحظة، وأعتقد أن تركيا لن تتراجع عنها. مسألة القوم التركي، الأمن القومي التركي، أعتقد أنه هو يأتي في المقام الأول، وجميعنا وجد العمليات العسكرية أو التحركات الأخيرة للمجموعات المحسوبة على قوائم الإرهاب التركية الكردية بشكل عام جميعها شكل خطر أو شكل أذى بشكل أو بآخر، إن كان في العمق التركي أو حتى في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في العمق السوري، وبالتالي المسألة كما قلت محسومة. سيد أحمد، هل تتوقع امتداد العملية المرتقبة لمناطق ربما تشمل مناطق النفوذ الأمريكي؟
يعني حتى الآن الرئيس أردوغان حدد هاتين المنطقتين، وأتوقع بأن القوات العسكرية التركية وقوات الجيش الوطني هي جاهزة لتنفيذ المهمة الموكلة إليها من قبل القيادة السياسية. أما بالنسبة لاتصال هذه المنطقة فهناك مناطق لا أهمية كذلك بوصل مناطق نبع السلام بمنطقة جرابلس وهي منطقة عين العرب، ولكن أتوقع بأن التفاهمات بين التركية وبين الولايات المتحدة ربما تفضي إلى شيء، لأن منطقة عين العرب أدخلت إليها أخيرا القوات الأمريكية، عادت إلى خراب عشق، عادت إلى قاعدة صرين ولو بشكل رمزي، ولكن كل هذه الأمور أتوقع بأنها تخضع لبعض الدراسات أو التدارس ما بين الأمريكان والأتراك. السيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من اسطنبول، والسيد مصطفى دريس باحث في مركز رؤى للدراسات كنت معنا من اسطنبول، شكرا لكما. بالتزامن مع التسخين التركي لعملياتها، قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية لمدينة تل أبيض بالصواريخ وقذائف المدفعية وفقا لمراسل حلب اليوم. وقال مراسلنا إن القصف الذي لا يزال مستمرا استهدف محيط القاعدة التركية في مبنى المالية سابقا والسوق الجديد ومحيط المجلس المحلي وسط المدينة، في حين نفت قسد في بيان مسؤوليتها عن تنفيذ أي هجوم على تل أبيض، وقالت إن القصف مصدره طائرة مسيرة مجهولة الهوية. وبالانتقال إلى جنيف، كشفت صحيفة العربي الجديد عن انقسامات يشهدها وفد المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية السورية، وذلك إثر تقديمه مقترحات متباينة خلال الجولة 8 من اجتماعات اللجنة، حيث اصطف جزء منه خلف وفد نظام الأسد وآخر خلف وفد المعارضة السورية. التقرير والتفاصيل. جولة 8 من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تمضي كسابقاتها من الجولات دون تحقيق تقدم كبير على صعيد الدستور أو في العملية السياسية، لكن هذه الجولة ابتعدت قليلا هذه المرة عن وفدي النظام والمعارضة، وانحصر الاهتمام حول وفد المجتمع المدني الذي أنشئ في الأساس ليكون طرفا محايدا في العملية السياسية وموازنا لوفدي النظام والمعارضة. صحيفة العربي الجديد ذكرت أن تبايناً ظهر داخل وفد المجتمع المدني باللجنة الدستورية، حيث انقسم بدوره إلى قسمين، أحدهما محسوب على النظام وآخر على المعارضة، فقام كل فريق بتقديم ورقة مختلفة، كل واحدة تخدم مصالح الطرف الذي تؤيده. تقول الصحيفة وتضيف أن مقترح المحسوبين على المعارضة تركز حول العدالة الانتقالية، بينما ركز طرح المحسوبين على النظام داخل وفد المجتمع المدني على ما أسماه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري، بمعنى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، ويعكس كل ذلك حالة من الانقسام داخل وفد المجتمع المدني. ذكرت الصحيفة أنه جزء من سياسة النظام القائمة على إغراق اللجنة الدستورية. بالتفاصيل، وفود اللجنة الدستورية ما تزال تناقش على مدى أكثر من 2 مبادئ دستورية دون أن تتقدم بصياغة أي مادة من مواد الدستور، ما يعني أن عملية التفاوض حول الدستور قد تستمر لسنوات، وهو ما يريده النظام الذي يبدو أنه غير مكترث بالتوصل لحل سياسي يمكن أن ينقذ البلاد من التفتيت وفق العربي الجديد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وقفة تضامنية في عزاز مع السيدة السورية المعتدى عليها بالضرب في ولاية غازي عنتاب.
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. نظم معهد مصداقية الصحافة بالتعاون مع مركز دارت ورشة تدريبية للصحفيين شمال غربي سوريا. الورشة أقيمت في بلدة جنديرس بريف حلب وتركزت على الصحافة الاستقصائية وأنواع المصادر والأمن الرقمي للصحفيين. بهدف صقل مهارات الصحفيين والناشطين الإعلاميين في الشمال السوري ولدعمهم في مواكبة التطور المستمر في أدوات وفنون العمل الصحفي، أقيمت ورشة تدريبية في بلدة جنديرس بريف حلب حضرها عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية. الورشة التي استمرت 5 أيام وتمت عبر تقنية الفيديو نظمها معهد مصداقية الصحافة بالتعاون مع مركز دارت للصحافة. الدورة هي دورة معمولة للصحفيين المتواجدين بشمال سوريا حول الصحافة الاستقصائية، مبادئ الصحافة الاستقصائية والأدوات اللي بتساعد الصحفيين على تنمية مهاراتهم. نحاول دائما أن تكون الدورات مباشرة ما تكون أونلاين لأنه يكون في أكثر تفاعل. للأسف المدربين صعب أنهم يجوا على سوريا، فلذلك كانوا مضطرين يعطوا أونلاين، ولكن حاولنا نكون متدربين على الأقل في مكان واحد لأنه التشبيك مهم جدا بين الصحفيين. تركزت محاور الورشة التدريبية على طرق تعزيز الأمن الرقمي للصحفيين وحماية بياناتهم الشخصية من الاختراق، كما تناولت مبادئ الصحافة الاستقصائية ومراحل إنجاز التحقيقات، حيث قدم المدربون شرحا للأدوات اللازمة للصحفيين في التحقق وجمع البيانات وكذلك طرق استخدام المصادر المفتوحة والمغلقة منها. كما ناقش المدربون عددا من التحقيقات الاستقصائية العالمية والتي ساهمت في الكشف عن جرائم وقضايا فساد في بعض دول العالم. الحقيقة كانت الدورة كتير ممتعة على مدار 5 أيام من التدريبات، كل يوم تقريبا ما يقارب من 5 إلى 6 ساعات تدريب على مختلف المواد. من المواد اللي استفدنا فيها هي مادة التحقيق الصحفي، استطعنا معرفة كيف نوضع فرضية، كيف نبحث أو نحصل على المصادر وغيره من هذه الأمور بالنسبة لموضوع التحقيقات الصحفية. بالإضافة كان في عنا موضوع من الرقمي كان كتير كمان مفيد جدا. تعزيز الصحة النفسية للعاملين في المجال الإعلامي كانت أيضا من محاور الورشة التدريبية من خلال بعض المهارات التي يمكن للصحفيين ممارستها للتخفيف من الضغوط النفسية التي تواجههم خلال عملهم خاصة في مناطق الحروب والنزاعات. كما خصصت الورشة مساحة للنقاش بين الإعلاميين والمدربين، اقترح خلالها المتدربون عددا من القضايا التي تصلح لتكون مشاريع تحقيقات صحفية مستقبلية. يأمل المشاركون في هذه التدريبات أن تفتح لهم الخبرات التي اكتسبوها آفاقا جديدة في مجال العمل الصحفي وخاصة في موضوع الصحافة الاستقصائية، ويبقى هامش الحرية في مناطق عملهم هو الهاجس الأكبر لهم. من ريف حلب، منصور صبرا، حلب اليوم. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استئناف تحركاتها المشتركة مع الأتراك بشأن ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عن طريق الأراضي التركية بموجب آلية حددتها الأمم المتحدة منذ سنوات والتي تصر روسيا على إيقافها. وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أنها تعتزم زيارة تركيا قريبا للاجتماع مع الشركاء الإنسانيين لبحث الملف، مؤكدة أن واشنطن تريد استمرار إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا. يأتي ذلك بعد أيام من دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى إدلب عن طريق مناطق سيطرة النظام، حيث عبرت معبر سراقب شرقي المحافظة، ما أثار المخاوف حول مدى استطاعة روسيا فرض وجهة نظرها ورضوخ أنقرة وواشنطن لمطالبها. نفذ ناشطون سوريون في الداخل السوري وقفة احتجاجية تضامنا مع السيدة السورية التي تم الاعتداء عليها بالضرب في ولاية غازي عنتاب التركية. وأعرب العديد من الناشطين في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي عن تضامنهم مع السيدة ليلى محمد وطالبوا بمحاسبة المعتدي عليها، مشددين على إنهاء مظاهر العنصرية ضد اللاجئين ومكافحتها في كل مكان. وفي ذات السياق عبر المحتجون في عزاز المتضامنون مع السيدة السورية المعتدى عليها عن موقفهم الرافض للتصرفات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون.
يقف الثوار اليوم في مدينة عزاز رفضا لجرائم العنصرية التي تمارس بحق اللاجئين السوريين في دول اللجوء، والتي تكون بتحريض من نظام الأسد والأحزاب اليمينية المتطرفة بحق اللاجئين بالشعب السوري بغاية تركيع الشعب السوري الذي ثار للحصول على حريته وكرامته. هلا الموقف اللي صار مع أمنا كان موقف كتير صعب وقاسي، يعني بيحرق القلب. الموقف اللي تعرضت له كان كتير صعب. اليوم شفنا واحد من الأتراك ما نعرف شو السبب اللي خلاه أنه يتعامل معه بهي الطريقة لا إنسانية صراحة. لما بتشوف بالفيديو بتشوف أنه هي الموقف الصعب اللي انحطت فيه، أنه تخيل أمك أو أمي أو أي حدا أنه يتعرض لهذا الموقف. الألم اللي تعرضت له مو بس ألم الضربة، لا، الألم النفسي. الشيء الأصعب بالفيديو اللي شفناه هو ردة فعل الأشخاص اللي كانوا موجودين. يا أخي ما حدا تحرك، يعني معقول أي واحد فيهم كان موجود بيرضى لأمه أو أي حدا بخصه أنه يتعرض لهذا الموقف؟ ألغى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم التعميم الصادر عن الوزارة في 29 من أيار، والذي ينص على رفع التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات. وكانت الوزارة قد بررت في وقت سابق اعتماد التعرفة الجديدة بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50%، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة. قال الطبيب النفسي في مناطق سيطرة النظام تيسير حسون إن نحو 2 مليون شخص في سوريا مصابون بالاكتئاب، وما يقارب 300,000 آخرين يحاولون أو يفكرون بالانتحار. وقال حسون في حديثه لإذاعة ميلودي اف ام الموالية إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ومعظمها لحالات مصابة بالاكتئاب والقلق، مبينا أن غالبية الحالات تعاني من ضغوط نفسية لا تحل بسبب تداعيات الأزمة. وأوضح حسون أنه خلال السنتين الأخيرتين كانت الجملة الوحيدة التي يجاوب بها المراجع عند سؤاله ماذا ستفعل هي بدي سافر. بعد تراجع وتيرة القصف بدت مدينة إدلب مزدهرة عمرانيا وتجاريا، حيث استطاع أبناؤها البدء بعمليات إعادة إعمار لبعض مرافقها. المزيد في سياق التقرير التالي. انتعشت المدينة وعادت إليها مظاهر الحياة الطبيعية بعد غياب يد القتل والتدمير التي صبت حمامها على إدلب لأعوام. غياب القصف أتاح الفرصة للبناء والتجارة، وقبل ذلك والأهم الاستقرار في المدينة بعد الظروف الكارثية التي مرت بها. من قبل على القصف وخلافه طبعا كانت الناس كلها خايفة، ما حد يسترجع يطلع من البيت مثلا، ما حد يقدر يفتح محله، يعني مثلا ما حد يقدر يتحرك بحريه، او مثلا ما حد يقدر يتحرك بامان بشكل عام. كانت الناس كثير متضايقه ومخنوقه من هالموضوع، والحمد لله رب العالمين بعد ما وقف القصف ووقفت مثلا هالحد هاي، الحمد لله وضع الناس رجع تحسن، تحسنت نفسيتهم اكثر، تحسن وضعهم المادي شوي، مثلا صاروا يطلعوا يشتغلوا. كغيرها من المدن السورية شهدت إدلب حملات قصف عنيفة نفذتها الطائرات الروسية وقوات النظام، جعلت المدينة شبه خالية ومدمرة ما أن توقف القصف حتى عادت يد البناء لتعيد إعمار ما دمره نظام الأسد وحلفائه. نحن الحمد لله رب العالمين عم نلاحظ أنه في حركة تصميم وإرادة من الشعب على المتابعة وعلى المسابرة وعلى البناء بإذن الله تعالى، من أنشطة تجارية لأنشطة صناعية لأنشطة بناء بإذن الله تعالى. وهي مثل ما كنتم شايفين ورانا الأسواق، وهي أهم أسواق إدلب موجودة حاليا، محلات بالنسبة لمحلات الذهب وغيره وغيره وغيره، كل الناس عم تبيع عم تشتري بفضل الله تعالى، مصممين ومنتحدى بإذن الله تعالى لتحقيق أهداف الثورة كاملة وإسقاط النظام المجرم ورموزه بإذن الله تعالى. الأمان النسبي ساهم بازدهار التجارة، كذلك حركة البناء التي شهدت تطورا ملحوظا. التعليم في المدارس والجامعات استؤنف وأصبح بحالة جيدة مقارنة بحال الانقطاع السابق نتيجة استهداف المدينة. معظم المدن السورية حالها كحال إدلب، تنتظر الخلاص من نظام الأسد لتعود الحياة إليها. قبل ما يقارب العامين لم تكن تشهد هذه المدينة سوى القتل والتدمير والتخريب،
قيادة الطائرات الحربية الروسية ومدفعية النظام وطائراته. الآن بعد عامين من الهدوء النسبي أثبت سكان إدلب أنهم قادرون على إعادة الحياة للمدينة وإعمارها. خلف جمعة، حلب اليوم، إدلب. وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.